يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقدار الذي يجب فيه الزكاة من المال وكيف يمكنني حساب ذلك؟ إذا كان عندك مال كثير زكه لأنها أكثر من النصاب، وإذا كان عندك مال قليل فأن تسأل أهل الصرف، تسأل أهل الصرف عن صرف 200 مثقال من صرف 140 مثقال من الفضة، 140 مثقال من الفضة، ومقدارها بالدراهم السعودية الفضة المعروفة 56 ريال، ريال فضة سعودي، تسألهم عن صرف 56. لكن أكثر الناس عندهم أكثر من هذا، عندهم مبالغ ولا يحتاج أنه يعرف النصاب لأن أكثر من النصاب. نعم.